أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى لما قال والله بصير بالعباد، ثم ذكر من صفات العباد الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال الذين يقولون ربنا، يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وصدقنا برسلك، فاغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن أخطائنا، وقنا عذاب النار في الآخرة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كذلك من صفاتهم الصابرين، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معاصي الله، يصبرون عند البلاء. والصادقين، الصادق في إيمانه. والقانتين، القانت مع المطيع لله سبحانه وتعالى. والمنفقين يعني المتصدقين. والمستغفرين لله سبحانه وتعالى، يقولون اللهم اغفر لنا بالأسحار. الأسحار هي أواخر الليل، والاستغفار إما أن يكون باللسان أو يكون بالصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد بمعنى قضى وحكم الله سبحانه وتعالى لخلقه بالدلائل والآيات. حكم الله سبحانه وتعالى لخلقه أنه لا إله إلا، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والملائكة كذلك شهدوا الملائكة بالإقرار، وأولو العلم كذلك، أولو العلم من الأنبياء والمؤمنين شهدوا بالاعتقاد والإقرار. قائما بالله سبحانه وتعالى، قائم بتدبير خلقه، قائما بالقسط، متفرد بالقيام بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو، هذا تأكيد كرره لتأكيد هذا المعنى، العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وأفعاله. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين المرضي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، المرضي عند الله. إن الدين المرضي عند الله الإسلام، يعني هو الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اختلفوا به، بعضهم وحد وبعضهم كفر، بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى. ما اختلفوا في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا مع أنه جاءهم العلم بالتوحيد، لكن اختلفوا السبب بغيا بينهم. هذا كله من باب البغي، بغي الكافر يبغي. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله، يعني بالقرآن، فإن الله سريع الحساب، يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حاجوك يا محمد، إذا خاصمك الكفار في الدين والإسلام، فقل لهم أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى، استسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال وجهي لله، خص الوجه بالذكر لشرفه، فإذا انقاد الوجه فغيره من باب أولى. ومن اتبعن وكذلك الذين اتبعوني انقادوا واستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب، أأسلمتم، يعني هل انقدتم لله سبحانه وتعالى؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن أسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامر الله فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، عليك التبليغ بالرسالة، والله بصير بالعباد، فيجازهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. ومن اعتدى فيعتدى عليه ويقاتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون ويستهزئون بالله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين بغير حق،
معلوم أن الذي يقتل النبي عادة يكون بغير حق، لكن هذا ذكره من باب بيان الحال. ويقتلون الذين يأمرون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذي يريد العدل بين الناس يقتلونه، كما فعلت اليهود فقتلوا كثيرا من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة. والكفر كثيرا في القرآن يذكر الكفر، والكفر في القرآن على معاني. المعنى الأول الكفر بالتوحيد، وهذا هو العام في القرآن: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. المعنى الثاني للكفر كفر أصغر، كفر النعمة، كفر لا يخرج عن الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أشكر أم أكفر؟ وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فعلتها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا فرعون يقول لموسى: من الكافرين، يعني كفران نعمة، وإلا فرعون هو كافر. فهذا من كلام فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كفر النعمة. المعنى الثالث الكفر أي أتبري: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. كفرنا بكم، يعني تبرأنا. المعنى الرابع للكفر الجحود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جحدوا به. المعنى الخامس التغطية، الكفر بمعنى التغطية، ومنه قوله في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يريد الزراع. الكفار أي الزراع، سمي الزراع كفار لأنهم يغطون الحب، يغطون الحب في التراب. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء الكفار أولئك حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم، حبطت أعمالهم في الدنيا لا اعتداد بها، وكذلك حبطت أعمالهم في الآخرة فلا ينالون جزاءها. وما لهم من ناصرين، ناصر يعني مانع، لا أحد يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.